بميك اوفر نحن صرنا جاهزين لنفرجي الفاينل لوك تبع ريتا. بس قبل هلا بعدني عرفت رولا خبر كثير بشع، بدنا نتوجه باحاره عزاء لعائله المصمم اللبناني العالمي باسيل سودا اللي عن جد فيري ساد نيوز. هلا عرفت انه توفى من بعد صراع طويل مع المرض، يعني فيري ساد نيوز، صدمه عن جد. الله يرحمه والله يصبر عائلته حتى يتحملوا هالمحنه. بنرجع ريتا، مع انه ما بعرف الغيمه فوق حديثنا صح. اليوم الريلوكينج اليوم وصل للمرحله الاخيره مزبوط. وحسب معرفه ريتا كثير راضيه، كمان ريتا مبسوطه كثير من اللوك تبعها. التركيز كان اليوم عن الميك اب مع ميك اب ستوديو على الكونتورينج، وكيف فيها الست اكيد تتعلم هالاشياء لتقدر تعملها لحالها بالبيت، لا مكياج لنهار او لليل. الفاينل لوك ركزنا عليه على البادي شيب تبعها على ريتا يلي هي اتش، ما في خصر محدد. الجاكيتس الستريت بتلبق لها كثير، واذا بدها تكون مخصوره فيها تكون شوي مخصوره لما يعني ات دازنت فيت هير ويل اذا كانت كثير سنتري. رحنا بكولرز مفرفحه لهالسيزون، وركزنا على شغله مهمه هي قد ايه فيها تكون ست فيمينين بكعب كثير واطي او فلاتس او كيتن هيل مثل ما هي لابسه اليوم. الكيتن هيل دارجه كثير لام فيها تكون واقفه، مع انه قليل ما نشوف هون صبايا او سيدات بتجرؤوا يلبسوا. مزبوط، بس ليه لا؟ لانه بتعطي انوثه للستايلش وللاجر، وما ضروري تلبس الكعب العالي لاوتينج بنهار يعني. لا فيها تروح على فلات باليرينا، وبعمر معين انا بنصح بالفلات باليرينا تكون مروسه اكثر من المبرومه، بتطول الاجر اكثر، واذا كانت نيوت كولر بتلبق مع كل شيء وبتطول صحيح. الاجر صحيح. يعني كمان هيك يعني ما ضروري تكون لابسه كعب، فيها تكون لابسه زحف وعاطي هالطول. هلا كمان الوقفه كثير مهمه كمان على الست، يعني كيف تمشي هذا كله اكيد بياثر على البوستر تبعها. من الاشياء المهمه كثير باللوك الصيفي هن السان جلاسز، كان على بالي هيك بريفلي احكي عنهم. السان جلاسز هن عن جد اكسسوار كثير مهم، صح ستيتمنت ذي ار، يعني باهميه الجاكيت، باهميه التيب، باهميه العقد. السان جلاسز هلا كمان بالصيفيه بنستعمل سان جلاسز كثير، فبركي ريتا تفرجينا اذا شو اختارت اليوم؟ ريتا. من يارا اي كير عم نحكي هون هلا عن الموتور الكريستال او الترانسبارنت يلي هي كثير راجعه دارجه مع الازازه ديغرادي، بتحسيها بتكحل العين من برا بس تشوفيها بهالطريقه. حلو. او فيها تروح على شيء كولرد اكثر اذا بتجرب ال شو جايبتي لنا معك انت اليوم؟ انا عندي هون معك كمان لنا تنجرب هيدي الايكاي كثير دارجه ورجعه دارجه بقوه، هي كلاسيك يعني فينا نقول، بس بهالحاله هون الايكاي ملونه ولا حلو قوي اللون، فرجيك هيدي ملونه بدك تجربيها. يلا الايكاي ملونه والازازه هون بين الراوند شيب والكات، اتس راوند كات. السنه الماضيه كان كات كثير، اتس راوند كات، هالسنه حسينا جمعوا بين الاثنين. فرجينا عليك. انا لبس الايكاي مع الميرور جلاس، الازازه ملونه نفس الشيب بس بلا الميرور، بس انت الايكاي ملونه فيها موف بالايكاي ايش بس الفكره بالايكاي انه تكون ملونه. الايكاي اتس كلاسيك، لما تخلطيها بلون من عندك او بازازه من عند مثل عندي ملونه، بتخلطي بين الكلاسيك والفانكي اذا بدك. العوينات اللي لبستهم، بس لحظه، العوينات اللي لبستهم ملونين ريتا، الموتور ملونه والبرانش ذهبيه، بتعمل كونتراست مع شعراتها، يعني هيك فان بيسز يعني. من حبيتيهم بدك تجربيهم؟ حبيت كثير اللي معك، انت جربي هول وانا بجرب هول. وبهالوقت مشاهدينا رح ناخذ بريك، بنقول لها مبروك لريتا وثانك يو لك ريتا، يعطيك العافيه. ثانك يو. ونحن رح نركض لمرايه نشوف حالنا، وبهالوقت بنعطيكم بريك.